بعد نفكر ايه الحاجة اللي ممكن نعملها لحد ما لقينا ان فعلا التعليم للناس الصغيرة الطلبة الأطفال الصغيرين هو أحسن حل عشان فعلا نعمل فرق. جمعية التواصل ابتدى من زمان قوي، من سنة 97 كنت لسه في الجامعة الأمريكية، كنت طالبة وكنت قاعدة بعلم ابن مدرب الفولكلور إنجليزي، فقام جه واحد عامل جه سألني انتي بتعملي ايه؟ ممكن تساعديني عشان انا مش بعرف اقرا وكده اهوت، ومراتي بتعرف، عايزه ابقى بعرف اتعلم اقرا زيها انجليزي. فعملنا المدرسه المجتمعيه، وفي نفس الوقت عملنا فيها تعليم حرف، وهو ده بياخدوا مقابل مادي على تواجدهم في الست ايام، سواء الثلاث ايام دراسه او الثلاث ايام حرف، والمقابل دوت بيبقى على تواجدهم في الست ايام كلها والتزامهم واخلاقهم وسلوكياتهم وانتاجهم. احنا ابتدينا ب 20 طالب، دلوقتي عندنا حوالي 180 طالب. لو عايزه فعلا كواليتي كويس وعايزه ان الحاجه الناس بتشتريها في المنتجات بتاعتنا الحرف المختلفه اللي عندنا عشان فعلا عايزاها، مش مجرد عشان حاجه تشاريتي او حاجه خيريه وخلاص، لازم فعلا يبقى الذوق رفيع جدا، يبقى الفينشنج نظيف جدا. هو مؤخرا كده حصل ان انا خدت جايزه عن اكتر 50 سيده مؤثره في مصر، فكان في واحده انا برضو اخذت الجايزه دي فببارك لها، تشتغل في بنك، فقلت لها مبروك، قالت لي لا انا بعمل شغلي، ده شغلي، انا باخد مرتب على اللي انا بعمله، بس انت بتطلعي بره يعني طريقك وبتعملي ده مخصوص وبتعملي فرق فعلا. فحسيت ان كلامها مؤثر يعني.